بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم طريقة جديدة من طرق حل المسائل المعقدة زي ما قلنا سابقا، أو هي طريقة النود أناليسيس. طبعا عشان نحل أي مسألة نود أناليسيس لازم في خطوات نتبعها. هي طريقة بسيطة جدا، ولكن إذا اتبعنا الخطوات بحذافيرها زي ما يقولوا، بإذن الله راح يكون الحل صحيح 100%. طيب، الخطوات لحل مسائل النود اناليسيس، نبدأ أول شيء عندنا determine the node، نحدد النودز اللي عندنا في الدائرة، select a reference node، طبعا better if you choose the ground node، assign the current direction، نحدد اتجاهات الكرنت، apply Kirchhoff current law to each node، وأخيرا solve the equations. حنطلع معادلات، طبعا لازم يكون عدد المعادلات مساوي لعدد المجاهيل اللي عندنا. طبعا قانون كيرشوف لازم نكون عارفين ايش هو قانون كيرشوف، وراح نستخدم اكيد قانون اوم في هذه المسائل. نبدأ بسم الله، نحاول نطبق الخطوات هذه على الدائرة البسيطة الموجودة الان عندنا، ونبغى نحاول نوجد الان الفولتج اللي هو نسميه مثلا VA على النود هذه، على هذه النقطة الان. طيب، نبدأ أول شيء determine the node، حددنا هذه عندنا النود، وعندنا طبعا في بعض الكتب تسمي هذه نود وتسمي هذه نود أخرى، ولكن ما تفيدني لأنه هنا عندي على طول voltage source، فقيمة النود هذه تساوي قيمة الفولتج سورس الموجود هنا، ونفس الكلام على هذه، قيمة النود هذه تساوي قيمة الفولتج سورس الموجود هنا. فنسمي هذه عندي النقطة VA، نبغى نحاول نوجد الفولتج على VA، وطبعا عندنا هنا النود الأخيرة والنود المهمة طبعا اللي هي الريفرنس نود، اللي هي هذه النود نسميها طبعا اللي هي النود 0 للجراوند، فنسميها نود 0. فالآن حددنا النود، حددنا الريفرنس نود عندنا اللي هي الجراوند 0. الآن assign the current direction، طبعا الاصل في الكرنت دايركشن في النود اناليسيس دائما تكون الاتجاهات الكرنت خارجه من النود، يعني اتجاهات دايركشن يكون خارج الاسهم من النود، انليس اذا كان عندنا فولتج سورس او كرنت سورس بيجبرنا على اننا نعكس هذه الاتجاهات. فالان عندنا هنا فولتج سورس بيخلي الكرنت بيتجه في هذا الاتجاه، وعندنا هنا فولتج سورس بيخلي الكرنت في هذا الاتجاه، واخيرا الكرنت بيحاول يخرج من اتجاه الجراوند. فالان حددنا برضو الكرنت دايركشنز، ونبغى نحاول الان نطبق ابلاي كيرشوف كرنت لو تو ايتش نود. طبعا كيرشوف كرنت لو بيقول الكرنت الداخل على نقطه يساوي الكرنت الخارج من هذه النقطة، نختصرها دائما I in equal I out. طبعا الآن عندنا مثلا لو سمينا النقطة هذه I1، هنا سميناها I2، وهنا I3. فلو بطبق كيرش قانون كيرشوف على هذا النود، فأقول الآن I1 ناقص I2 زائد I3 بيساوي 0. لو ودينا الـ I2 الناحية الثانية بيساوي I1 زائد I3 بيساوي I2، لأنه I1 و I3 زي ما احنا شايفين، خليها نكتبها كابيتال زي الباقيين، I1 و I3 زي ما احنا شايفين داخلين على النقطة، و I2 خارجة من هذه النقطة. طيب، نحاول نبدأ نحل هذه المسألة. apply Kirchhoff current law to each law، الآن حددنا Kirchhoff current law، ولكن نبغى نوجد ما عندنا قيم الـ I1، ولكن عندنا VA مجهول، وعندنا قيمة المقاومة، فعندنا فولت وعندنا مقاومة باستخدام قانون أوم، مثلث قانون أوم اللي دائما بنستعمله في أغلب مسائلنا، اللي هو يقول V يساوي R في I، فنبغى نوجد V على R بحيث أننا نقدر نوجد الـ I. فخلينا ناخذ لون ثاني، نقول KCL for node 1 اللي هي هنا رمزنا لها
بالبيئة. طبعا عندي هنا الآن V1 اللي هي قيمتها 10، نحاول نتجه السهم متجه من 10 إلى ال VA، فنمشي زي السهم ونقول طبعا عندي الكرنت هنا بيساوي ايش؟ بيساوي الفولتج اللي هنا ناقص الفولتج اللي هنا على ال R، فأقول V1 ناقص ال VA على ال R اللي هي قيمتها 1، زائد الناحية الثانية طبعا عندنا هنا الفولتج اللي هنا اللي هو ال V2 ناقص ال VA على 3، وهذا الكلام ناقص لأنه قلنا ال I2 خارجة، فيصير VA السهم متجه من ال VA رأس السهم على الجراوند، فلو أقدر أكتب VA ناقص 0 لأنه جراوند، على طبعا قيمة ال R 2 اللي هي 2 كيلو، وهذا الكلام بيساوي 0. نحاول نعوض ببعض القيم الموجودة عندنا، حاول كمان ننسخ الدائرة نخليها تحت. طيب بعد ما نسخنا الدائرة الآن عندنا فنكمل، هذه كانت اتجاهات الفولتج اللي عندنا، بعيدها الآن مرة ثانية، وهذا طبعا كان خارج، وهذه النقطة سميناها VA. بعد ما نسخنا الدائرة مرة ثانية فصار عندي المعادلة الأولى. نحاول نعوض الآن بقيمة ال V1 وال V2 زي ما احنا عارفينها، ال V1 اللي هي 10، فنعيد المسألة، يصير عندي 10 ناقص VA على 1 زائد 20 ناقص VA على 3 ناقص ال VA الصفر ما يحتاج على 2 يساوي 0. طبعا نحاول نحل هذه المسألة المعادلة بتوحيد المقام، طبعا عندي العامل المشترك بينهم توحيد المقام يصير 6، فلو أبغى واحد المقام فأقول لازم أضرب هنا يصير عندي 60، هنضرب هنا في 6 ضرب 6، هنضرب هنا عشان نخلي المقام 6 لازم نضرب في 2 ونضرب هنا في 3، واللي ما يعرف كيف جات عاد لازم يراجع الرياضيات مرة ثانية. توحيد المقام طبعا ناقص 6 VA زائد 40 ناقص 2 VA ناقص 3 VA على هذا كله طبعا على 6 يساوي 0. فالآن نضرب طرفين في وسطين، طرفين في وسطين، فيطلع عندي هنا الستة في صفر بصفر، فيصير عندي 60 ناقص 6 VA زائد 40 ناقص 2 VA ناقص 3 VA يساوي 0. هذه هي معادلتي، نحاول نجمع مع بعض. عندي هنا 60 الآن، وعندي هنا 40، 60 و40 بمية، تروح الناحية الثانية تصير 100. عندي سالب 6 VA، سالب 2 VA، وسالب 3 VA. طبعا 3 زائد 2 زائد 6 هذه 11، سالب 11 VA يساوي 46. هنا طبعا تروح الناحية الثانية بسالب 100، نحاول طبعا نشيل السالب مع السالب، يبقى لي VA يساوي 100 على 11، وهذا الكلام بيقول لنا ال VA بيساوي 9.09 فولت. فالآن أنا وجدت إيش؟ وجدت قيمة الفولت عند النقطة هذه بالنسبة إلى الريفرنس اللي هو الجراوند الزيرو. فلو قال لي في السؤال أوجد الفولت على R2، الفولت اللي على R2 أنا عارفه الآن اللي هو إيش؟ 9. خليني أخذ لون ثاني، مثلا نأخذ اللون هذا ونقول عندي هنا ال VR2 يساوي 9.09 فولت. فلو قيمة ال VR3 فهيطلع عندي V2 ناقص ال VA تقريبا 20 ناقص 9 راح يطلع عندي حوالي 11 فولت، ولو أبغى الفولت اللي على R1 اللي هو راح يطلع عندي 10 ناقص 9، فبيطلع عندي تقريبا
واحد فولت. طبعا هذه هي النود اناليسيز، هذا اول درس ان شاء الله راح نحل مسائل اخرى في النود اناليسيز. النود اناليسيز له افكار جدا جدا كثيره، ولكن مع التمرين باذن الله ومع التطبيق الاساسيات اللي عندنا، اللي هي نحدد اول شيء لازم نحدد النود، نحدد الريفرنس نود اللي هو دائما يكون يفضل يكون الجراوند، بعد كده نحدد اتجاهات الكرنت، ثم نطبق قانون كيرشوف كرنت لو، وأخيرا نحل المعادلات. نشوفكم إن شاء الله في درس جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.